يا مساء الخير، يا مساء السرور، يا مساء الحرية، يا مساء السعادة، يا مساء الشموخ، يا مساء الروس المرفوعة، يا مساء الأدمغة النظيفة. اليوم علش عن نتكلم؟ نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، الزنبلة، وهي أن تقنع نفسك أنك خلقت خدام لآل البيت. هذا مش اسمها زنبلة يا أستاذ محمد، هذا اسمها أنك تدي راسك في سبيل آل بيت رسول الله، في سبيل الولاية وفي سبيل أنهم يحكموا. هذا أنت في الدين وفي أصل الدين. يعني أنه الواحد ينظر نفسه مرتبة أدنى من غيره، هذا زنبلة ولا مش زنبلة؟ هذا زنبلة ولا مش زنبلة؟ أنا لا أعرف ما معنى زنبلة، لذلك لن أدخل في هذا الحوار بيني وبينكم. في سبيل آل البيت كل شيء منكم يرخص لأجل آل البيت، حتى روسكم وعيالكم كل شيء المفروض يرخص. صدقت، ما أحلى عندما الواحد يقع زنبيلي ويدخل في الزنبلة ويقنع نفسه أنه أدنى مرتبة من هذا الذي يعتبره سيد، وما أحلى أن الواحد يقع زنبيل ويحب رجل سيدة ولا قدم سيدة ولا يكون يجلس يدعو لسيده ويحارب لأجله ويدي ولده ويبذل الدماء ويبذل الرخيص والغالي ويدي زلط ويفعل كل شيء لأجله. الله، شوف على حالك عندما تعيش وانت زنبيل، تزنبل نفسك، تبدأ تزنبل. مش سعد أبذل ودي الغالي ونفيش، ومش سعد أبذل بخوالي كلهم، بخوالي وعياله كلهم يا أسد محمد، كلهم الدامة ولا عاد بقى له واحد. أقل شيء كان عاد بقى له واحد ينفع عياله كلهم، عياله. ولو عاد معي عيال لا يديهم، لو عاد معي عيال ولو البنات يقبلون في هذا لا يديهن. هذه هي الزنبلة الصح، هذا الذي يدخل الجنة يختم الحسين. طيب تخيلوا لو يجي واحد من أوروبا ولا من أمريكا يشتي يدخل الإسلام، يشتي يدخل الإسلام ويجي إلى عند واحد حوثي ويكلمه عن، أو واحد زنبل من هؤلاء الذي المزنبلي، ويكلمه يقول له اقنعني، ويقول احنا في الاسلام وهذا ومعانا ولي الولايه اللي في عبد الملك الحوثي وفيه مجموعه من الناس انهم الهواشم او آل البيت، هؤلاء هم ارفع مننا منزله وهم افضل مننا اصلا، وهم يحق لهم يحكموا واحنا لا، وهم الاصل والفصل واحنا لا، وحتى لا غلطوا هم الصح، وحتى لا ظلمونا ما نزعلش منهم. ايش حيقول هذا؟ حيدخل الاسلام غلطكم الله. وبعدها يا استاذ محمد عاد الزنابل درجات، ساعة الفنادق سياحي. زنبل سياحي درجة أولى. خمسة نجوم. ونجمة دايم. عاد الزنابل درجات يا أستاذ أحمد، تخيل. وقدم يصنفوا يقولوا هذا زنبل درجة أولى، يعني أيش ما قالوا له بعدهم. الله يفتح عليك يا بصير. أيوة أيوة، تخيل. تخيلوا معي انبه دكتور معه شهايد ولابس شيك، دكتور ولا شيخ محترم، وفجأة قدك زنبيل، وقدك بتقول يا سيدي الواحد، يعني تقول زنبيل الواحد ما يسوى حذاتك. كيف عند الله وعند الناس أمانة؟ شوفوها حسن حازم كيف خصف الله بخصفه بنفس طيبة. تخيل ان قدنا في القرى وفي القرية ولا قد بنحشد للسيد وأقول قدنا مأمور من علي بن أبي طالب. لا يكتمل هذا الدين ولا يكتمل إيماننا إلا بولاية الذين آمنوا. بما أني أصبح في موضع الوالي المحافظ، يعني وفي موضع الوالي على هذه المنطقة، فلذلك يعذرني الجميع ولا يحرجوني ولا يحرجوا أنفسهم. وطبعا أيها الأخوة، هذا التزاما مني بتوجيهات الإمام علي. يا فضايحة يا فضايحة يا ولد البخيتي. تخيلوا أننا عند الحوثي وقدنا زنبيل، وقدنا قنعت نفسي وقدنا في برنامج وأتكلم عن المجرم وأقول سليل العتر النبوي الطاهرة وريث العلم والمجد وأعلام الأمة ورموزها وسادتها وقادة اليمن والعرب الأتقياء الأنقياء الأخيار والله لي فضيحة. أمان أنك عتكون ولي الله، أنك للجنة غطيس. ولي إيش؟ ولي جدتي جاي يقول لك عتكون ولي الله، شاكون زنبيل أخص من الحذاء في رجلي.
كيف ينظر الحوثي إلى اليمنيين؟ في البداية يصير الحوثي عند القبائل اليمينية ويمدحهم، أنتم الأبطال، أنتم المقاتلين، أنتم الأشاوس، أنتم الفاتحين. ليش بيعمل هكذا؟ ليش هذا الكلام؟ ليش بيمدحهم؟ لأنه يشتيهم يصيروا يقاتلوا ويدوا روسهم وأبنائهم علشان إيش؟ علشان يحكم هو وعياله ويبقى هو سيد، والزكاة له والضرائب له والجمارك له. أكيد بيمدحك بالكلام، لكن إيش بيقول عنك وعن أجدادك في العادة؟ اقرأوا كتب التاريخ وبعدين استعرضوا المعلومات وبتلاقوا إيش بيكتبوا عنكم. إيش قالوا عن قبيلة همدان، وإيش قالوا عن قبيلة الضحاك، وإيش قالوا عن قبائل اليمن كلها. اقرأوا التاريخ، اقرأوا، بصروا كيف بيتكلموا علينا، بصروا محمد الإماد، بصروا هذا المقطع كيف بيتحاكى علينا وعلى تاريخنا وعلى حضارتنا. يوم قد بيقولوا هم حميريين، أمانا أنهم حميريين يا هود. إيش حد الفرق بينهم ومن اليهود؟ هم حميريين صدق. سير بسروا أجدادهم في إسرائيل، قلدني الله، ما هو أجدادهم في اليمن. الذي في اليمن هم أجداد الأجداد الذي جو من 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 محمد بن عبد الله. أما الذي جو لي مدحينا وخطوه على نهج محمد بن عبد الله. أما الذي هذا قصطاعي جيش حميري ويهودي ومرتبط لك لليوم، ما هو قادر يفكر صح؟ فالعرق عرق حميري ويستمر لا ظهر حمير. أنا بوريكم الآن مسلسل من المسلسلات التي سواها حزب الله بأمر من حسن نصر الله لهم الإيراني، مقطع من أطفال الكرتون، شوفوا بس. أرحب ابن الدعام قد دخل أثاثت وقتل أهلها وأحرق منازلها. فليتحرك الجيش إلى أثاثت لوقف طغيان. أرحب يا أرحب، قاتلني حتى يستريح أحدنا من عدوه ونحقن دماء الناس. محمد العلوي، ما الذي تفعله هنا يا محمد؟ أجاهد عدو الله وعدوكم الدعام، وإني لأعرف مكره وحيلته في الحرب. أراك قد عزمت على قتال هذا الرجل، وليس معنا جيش كجيشه يا مولاي. أبشر، فإنه سيلقاني، فإن سلم الأمر لي وإلا قاتلته. والآن ليتقدم الطبريون في مقدمة الجيش. أين الدعام ليرى حقيقة ولده أرحب؟ لقد خان العهد ولحق بولده. شفتوا كيف صور قبيلة أرحب على أنهم مجرمين، والدعام هذا ابن إبراهيم زعيم قبيلة همدان في تلك المرحلة، وأنهم مجرمين وأنهم لصوص وأنهم وأنهم وأنهم، وجدكم يا أهل أرحب في نظرهم سارق ومجرم وقاطع طريق. شوفوا كيف صوروا، شوفوا. أما الطبريون كان اليمنيين ضدهم لأنهم كانوا قليل، راحوا هم وحسين الرسي اضطروا إنه مش يدوا ناس تانين جنبهم يقاتلوا من خارج اليمن، طبرستانيين وديلم وغيرهم. في بعض الناس يخلط بين الزنبلة والزنبيل. الزنبيل ما مش كل اليمنيين زنبل دي في دي واقعين تحت سيطرة الحوثي، لا، في ناس بالقوة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا ما يجزم الزنبلة الذي بيتكلم عليها، الذي دخل داخل رأسه إنه أقل مرتبة ومنزلة من هذا الشريف أو هذا الهاشمي أو هذا آل البيت أو هذا سيد. الزنبلة هي أوسخ من العبودية، لأن الله خلقك معزز مكرم، لا فضل أحد عليك إلا بالتقوى، وتروح تبحث لك عن سيد وتصلح لك من نفسك عبد له. العبد عبد، كذو عبد وعدو يكره نفسه، أما أنت تتزنبل نفسك ليش؟ والله خلقك حر. في حاجة شوف بني هاشم ذكرت لكم أنهم كيف يفعلوا بالواحد، يقولوا لها أنت الكب، أنت الطيب، وأنت ما بش أحسن منك، والله أن أنت أفضل واحد في أخوتك، والله أن أنت أحسن واحد إصلاحي، والله أن أنت المؤتمر الوحيد يحبك، والله أن أنت ليش؟ علشان تبيع نفسك لهم. الفرق بين الزنبيل والعبد، العبد أنه مش مرتاح ويشتي يحرر نفسه بأي وسيلة، ولما الزنبيل بيخدم وقصته انه رجال، لا لا، وكمان يظن نفسه يتقرب الى الله يخدمهم. تخيل قدك زنبيل اوسخ من عبد وقصتك انك رجال. اخ شوف، المنطق يقول ان الشخص يكون حر ويدور حريته، مش انه يبعد حريته ويتزنبل.
ولا حرية إلا بدولة جامعة لكل اليمنيين، دولة المساواة والتكامل والتواصل. طيب اللي راضي لنفسه يكون زنبيل؟ من بتقاتل؟ بتقاتل أخوك؟ يعني تكره أخوك اليمني وهو يكرهك؟ كل واحد كاره الثاني؟ طيب هذا المقابر كلها من بتخدم؟ بتخدم وطن ولا بتخدم أم الجن والعغاريث؟ الوطن سينجو بمجرد أن نتخلص من فكرة الولاية. بس يا أستاذ محمد أنا مستغرب كيف يقتنعوا، أنا مستغرب والله مستغرب، بعضهم يقول لك هذا مهندس وهذا ما ثاني، هذا كيف يقتنعوا كيف؟ يا أخي ما هم ما بيقتنعوش، الحين اللي بيريح عند الحوثيين هو كذا قلت لكم بقوة الترهيب والترغيب، وفيه ناس أيضا معهم مصلحة، وفيه ناس قد مات ولده ومات أخوه ومات أشي وبيقول شهيد، أشي يرجع يقول ما أشي. كنت بيقنع نفسه بهذه الطريقة أنه يلا يلا زنبيل زنبيل، يعني أنه قدوا هذا السيد وأنه الأصل وأنه الأصل. يا أستاذ محمد أنا مع هذا نقول الزنابيل يعني بينخدعوا ولا مصالح، أنا في بني هاشم نفسهم كيف يقتنعوا أن السيد ويقدسوه ويحترموا مقتنعين، وهم دارين وهم بيفعلوا وهم دارين بالخطة ودارين باللفة والدوران كلها، كفلان المزمزة هذا كيف؟ ذكرني بواحد عندنا كان من أكثر الناس تكذيباً للحوثي، لكن بعد أن ولاه أخوه على مصلحة من المصالح المالية الحوثية أصبح فيما بعد أكثر الناس تعصباً وتصديقاً لدعاوي الحوثي. لابد من التصديق بطريقة لا واعية كتبرير للفعل الذي أعطاه مكانة شخصية وسيولة مالية بلا جهد لم تكن في الحسبان. وتهافت الناس للحوثي بأنفسهم وأموالهم إليه هو الذي صنع هذا التصديق وهذا التعصب، ولله في خلقه شو. الحوثية تعيش على امتصاص دم اليمني وعلى حفر المقابر، عنصرية تذبحك وتحفر قبرك ثم تشيد بتضحياتك وأنت تنسج عبوديتك وعبودية شعبك بيدك. إنها النموذج الأعلى للاستعمار الداخلي الذي يجعل العبد يقاتل من أجل أن يكون أهله عبيدا من أجل عرق عنصري يدعي أن سيادته إلهية. حتى الشيطان ما عمل كذا، ولم تبلغ ذروة تخطيطه أن يصبح دين الله وظيفة العبد صنم يسموه سيد علم. عندما تشوف شخص راضخ العقيدة من هذا النوع عليك أن تقول سلام الله على الحمار، والله إن الحمار مخلص لتكوينه وحريته كما خلقها الله أفضل من هذا. أما أتباع الحوثية مسخ يعبد زومبي باسم الله، وتخيلوا أن يتحول الإسلام الذي دمر أصنام قريش يصبح دين لتقديس آل الحوثي. لبيك لا هم ما هبل، لبيك يحدون الأمل، لبيك لا هم ما هبل، لبيك يحدون الأمل. الحمد لك والشكر لك وكلنا نخضع لك، لبيك. هذا نموذج للزنبلة الذي بنتكلم عنها، والخبير نفس النموذج. الحين بتزن علي فوق راسي شغلتني، خلني أرقد بكرة الصبح. يا ولدي وين تبكر، وين تبكر يا ولدي؟ انت عتعقول تخلي معك عقل؟ ابكر ادافع عنك يا ابني، بعد ما درستك وعلمتك وعالجتك وتعبت معك وسهرت امك عليك تتركني وتروح عند الحوثي، تترك ابوك تروح عند الحوثي؟ وشكرا، الحين عجزت من علي، اكلتك شربتك هذا واجبك، واجبك هات وعي من علي. امن عليك انا كيف امن عليك؟ انا اشتكي توقع رجلني نفسك، توقع حر لنفسك. مش معقول يا ولدي بعد التعليم وبعد تعب وبعد ما طلعت رجال توقع عبد. عبد من؟ عبد للسيد. احنا على ميدكم علشان الوطن تقول لي عبد؟ انا حر لان انا ادافع عن وطني. عبد وطنك هو السيد عبد الملك. ايوه وطنك اليمن، اليمن اللي يحارب عبد الملك، اللي بيجوعه عبد الملك، اللي بيغتصب عبد الملك، اللي بينهبه عبد الملك. عبد الملك قاتل، عبد الملك لص. اسمع انا بين اسمح لك من اول، وانت طولت علي وانا صايع وصعلوك وابن كلب عادي، لكن طولت على السيد. انت مجنون، انت مجنون طولت على السيد، هذا سيدي عبد الملك، انت بتعقل؟ ايش فعلوا لك يا ولدي؟ ايش فعلوا لك المجرمين هذول؟ ايش فعلوا لك يا ولدي؟ انا ولي امرك، تروح تقتل عشان واحد ارهابي تافه؟ ولي امري انت؟ علي الحرب لو انت ولي امري ما عشت دقيقه. وبعدين تقول روح تقتل؟ الشهادة أنا ساير أستشهد أدخل الجنة غطوس في سبيل، في سبيل سيدي عبد الملك. توقع زنبيل، توقع عبد. جدك قتل وهو كان قاتل الإمام والإمامة، وأنت الآن توقع زنبيل للإمام والإمامة، تعيدها مرة ثانية. ورجع يقول زنبيل، جدي الآن أينو؟ في النار، جدي في النار يا
اقول لك يا تيد العين في النار وانت هتدخل النار. قول لكم اخطاوا في الطريق الصح، اخطاوا مع سيدي عبد الملك، اخطاوا من عندي خلني ارقد. شوف انا حسكر الباب، والله ما تطلع، والله ما تطلع. جدي ابن ابني، هذا ابن ابني ما شاء الله. اهلا اهلا بابن ابني، ما اتى بك الى هنا؟ لقد اتيت الى الجنه يا جدي. وما اتى بك؟ لقد استشهدت شهيد. نعم يا جدي. اللهم لك الحمد لك الشكر. هذا هو الشهيد علي عبد المغني، وهذا هو الشهيد الزبيري، هؤلاء هم الشهداء، وهذا ابن ابني لقد استشهد. هيا إلى الجنة. هيا جدي. لماذا لا أستطيع أن أوصل إليك؟ آتي يدك. أين استشهد؟ في مأرب. وهل استشهدت دفاعا عنها؟ لا. كيف لا؟ لك الوعظ طرحك. أنت استشهدت في مأرب؟ نعم. كيف لا؟ لقد مع من كنت تقاتل وضد من؟ مع ابن رسول الله. من؟ سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي. أو هل قاتلت مع الإمامة؟ نعم. لقد استشهدنا وضحينا ونحن نقاتل الإمامة، والآن ابنك يقاتل مع الإمامة؟ لا تتركني يا جدي. هذا ماذا أقول؟ أنكره؟ كلمنا إيش حصل في مأرب؟ لقد ذهبنا 500 نفر إلى مأرب لنقاتل في مأرب. من تقاتل؟ واستشهدنا جميعنا. من تقاتل؟ نقاتل الشرعية يا جدي. شرعية؟ شرعية الدولة؟ نعم. مرتاح وتضحك. نعم وبدي هذا. ضحينا بالغالي والنفيس، بالكبير والصغير، من أجل ندافع عن مأرب، وأن تقاتل مع الإمامة؟ لقد غرروا بي يا جدي. اذهب اذهب. لا تتركني يا جدي. اذهب. لا. سنذهب إلى الجنة. وأنا إلى أين سأذهب؟ جهنم وبئس المصير. لا يا جدي. شمال في شمال ورجع يمين. جدي لا تتركني هنا. جدة تعيش. ستبتكلني الحطب والنار. هيا بنا. جدي لا تتركني يا جدي. جدي لا تتركني يا جدي. لقد ذهبوا. النار، لا أريد النار، لا أريد أن أدخل النار. جدي أبي، لا أريد أن أدخل النار، لا أريد النار. خذني معك يا جدي. جدي لا حول ولا قوة إلا بالله. مالك مالك؟ صلي على النبي، صلي على النبي. لا حول ولا قوة. اجلس. سلامة ولدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا؟ أنا آسف يا أبا، أنا كنت على غلط فعلا. أوهمونا وغرروا بنا. أنا آسف يا أبا. ولا يهمك يا ولدي، أهم شيء يا ولدي أنك أفقت واتخذت القرار الصح. أنا أوعدك وعد أني لا عد أسير معهم ولا عد أسائرهم ولا عد حتى أجلس معهم. الله يحفظك. غاغا اوشخ ما رد بهذه المرحلة الزنبلة. لا بلان الله بها بعض القبايل قلبها زنبلة، خدمة لإيرانه واذنبها. اوشخ ما رد بهذه المرحلة الزنبلة. لا بلان الله بها بعض القبايل قلبها زنبلة، خدمة لإيرانه واذنبها. We'll be right back.
والأمثلة تكسب رضا الشير ذمه وذيا لها لحقت لك بعد أوسخ كافلة زنبيل من جنسها واشكالها نصحتك إن المسيرة باطلة لا يبتنك بالكذب دجالها وضعت نفسك بأسفل منزلة أشبه تقول حين تشوفه ولها أوسخ ما رضي بها للمرحلة الزنبلة لا بلا نقضها بعض الدبايل قلبها زنبلة خدمة لإيرانه وكتبها لا لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا مطز في كل شيء لا إله إلا الله ما عد بكوا لنا شيء لا حلونا قوت إلا بالله ومفراغة أيوة والله إنها غاغة غاغة ومفراغة أيوة والله إنها غاغة غاغة ومفراغة لا عاد نظام يمشي ولا قانون العدل ضايع والقضاء معجون لا عاد نظام يمشي ولا قانون أيوة أيوة والعدل ضايع والقضاء معجون أيوة والأمن ما بش كل شي من دون بفضل الحوثي المجنون غاغا غاغا لا علم لا تعليم قد المدارس مبنى بلا طلاب بدون حارس لا علم لا تعليم قد المدارس مبنى بلا طلاب غاغا غاغا والقتل عادي من قتل يقتل عادي والباب مفتوح من دخل يدخل يدخل وابو ابو من شل قالوا شل وابو ابو من شل قالوا شل والشعب جاوع مالقي يقول غاغا 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 غاغا